فاذا بي جيت للبليصه في موالف كنعس كنلقى حوايجي وداكشي واللي كنت كنعس في القادوس اللي موالف كنعس فيه وهادي اللي هي داري كنقولها انا دابا هو المحل ديالي. فاضطريت على انني انا في الزنقه وكنعيش غير في الزنقه و14 عام ديال الزنقه والحمد لله على كل حال. ما عنديش والله ما عندي والله ما جاب الدولية قادوس انا موالف كنعس فيه هو داري. مشاهدين ومتابعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا دائما في إطار تتبعنا للحالات الإنسانية والاجتماعية. اليوم بالجانب ديالي صلاح الدين، صلاح الدين اللي كبر وحتى دار 18 عام أو ربما 14 عام من بعد تحول في SOS فيلاج. إلا كتذكروا صورنا مع العديد من الزملاء ديالو اللي عندهم نفس المشكل وهو ديال لاكارت ناسيونال. فملي كتكون ما عندكش لاكارت ناسيونال ميمكنش تكون عندك سكنة، ميمكنش يكون عندك الحق حتى في التطبيب، أبسط أمور ديال العيش ما كتقدرش تكون عندك. وهو اليوم كيعاني أكثر من 14 سنة وهو كيبات في الزنقة، كان كيبات غير في واحد القادوس. اليوم جاو داوه حيت ملي صور فيديو على داك القادوس وهذا صافي جاو داوه ليه حيدوه ليه. كان بعدا داك القادوس شويه كيتخبى منه على الشتا. دابا بقيتي والو اخويا صلاح الدين. السلام عليكم وشكرا موقع اشواق على الزياره هذه اللي جيتي وشتوني. واختي مريم انت اليوم في الصباح انا كيف ما موالف كنفيق غنخرج نبري على راسي كنقلب على راسي اختي مريم. فاذا بي جيت للبليصه في موالف كنعس كنلقى حوايجي وداكشي واللي كنت كنعس في القادوس اللي موالف كنعس فيه وهادي اللي هي داري كنقولها انا دابا هو المحل ديالي. واخا ماشي محل واخا ماشي السكنه المهم الحمد لله على كل حال داكشي ديال الله سبحانه. جيت للبلاصه ديالي اللي ما نجلس نرتاح فيها حتى كنلقى القادوس ما كاينش، داو لي الحوايج داو الفراش راه كيشتي كلشي راه هو كاين يعني هذاك الشيء اللي كتبات غير في الزنقه يعني في الزنقه استاذ. هادشي عرفنا بكثر كيفاش كبرتي في SOS فيلاج؟ كبرت من بعد ملي خرجتي اختي. كبرت في SOS الجمعيه المغربيه لقرى اطفال المسعفين، كبرت فيها دابا شي ملي درت 18 عام. خرجتي؟ خرجت داروا لي فورماسيون بروفيسيونال تكوين مهني، الحمد لله خديت هذاك الدبلوم ديال التكوين المهني في الفندقه. والخدمه اللي ما خدمتش، خدمت في القهاوي في لي ريستورون وهذا، ولكن كانت عندي المشكله هي لاكارت ناسيونال. يعني فاش مشيت للجمعيه على انهم بيعاونوني في لاكارت ناسيونال ولا قالوا لي لا انت اصلا ما بقيتيش محسوب علينا ما عندنا ما نديرو لك، صافي جبناك من الزنقه رجع للزنقه. يعني طلبتهم او حاولت طلبتهم قلت لهم الله يجازيكم بالخير غير بعد على بطاقه الهويه ديالي نعرف انا شكون. فهمتيني اختي؟ تعرف انت شكون دابا؟ انت مريض بالضيقه، باش نقربكم شويه للواقع ديال صلاح الدين. مريض بالضيقه كيتخنق، راه عنده ميكا ديال الدويات حتى باش يقدر ياخذ هذيك الفونتولين ولا ديك الرشاشه ولا هذا كاين كيتعطاو فابور في السبيطار ديال المخزن ما غيقدرش ياخذهم. الا بغى يمشي على الاورجونس راه خصو لاكارت ناسيونال، وهاد لاكارت ناسيونال خاصها تكون عنده السكنه، وباش تكون عنده السكنه خصو لاكارت ناسيونال. يعني دائما غادي نبقاو بحال هكذا ما غاديش نساليو. مع بزاف الامثله بحالك بحال كنتذكر الياس مسكين قال لي يعني انا الحلم ديالي تكون عندي لاكارت ناسيونال انا ندبر روحي ماشي مشكل. دابا باش تقدر تكري ما تقدرش لان ما عندكش لاكارت ناسيونال، ولا بغيتي تكري كاين اللي كيكري وما كيبغيوش يعطيوهم حتى هذيك شهاده السكنه لان اللي كاري من عنده ما غيبغيش يعطيك التزام بانك ساكن عنده باش تصيب انت لاكارت ناسيونال. هذا هو المشكل. متفق معك، هذا هو المشكل. والمشكله عاوتاني حتى في الخدمه استاذه، يعني راه الحمد لله بالديبلوم ديالي يعني بلا فورماسيون مدوز الحمد لله القرايه شتي الوراق وداك الشيء، ولكن كنمشي نخدم كيقول لك ولدي لاكارت ناسيونال فوتوكوبيت لاكارت ناسيونال، كنقول لي ما عنديش انا فوتوكوبيت. ما يثبت شكون ما يثبت شكون انت الله يحفظك اختي. فاضطريت على انني انا في الزنقه وكنعيش غير في الزنقه و14 عام ديال الزنقه والحمد لله على كل حال. اش كدوز نهار هاد الايام كانت الشتاء واختي راه كيف ما راه انت شو راه كروستي راه هادي حالتي هادي الحمد لله. في زق
تفزق فزق ماشي فزق راه غتفزق راه فزقنا الحمد لله وداكشي ديال الله سبحانه وتعالى اللي رجعت مع عند الله مرحبا بها. اش كدوز النهار باش غتاكل باش واختي ديال الله وصافي يعني كنمي عندك الكريريصه عندي كريريصه اختي هي اللي دابا كروسه استاذ اختي هي اللي كنعيش بها دابا ناكل بها الخبيز وصافي هي اللي باش كنجمع بها البلاستيك نجمع بها الخبز الكريم نجمع بها البيديزات اللي يعطيك اللي ما يعطيكش يقدر نهار تصور دابا هي شتي تبارك الله اللي طاحت ما سيمانه ما خدمتش فيها ما والو يعني عيبارك فهمتيني يقدر يجيب لك الله يقدر ما يجيبش الله ولا اله الا الله محمد رسول الله اختي مريم الله اله الا الله اختي محمد رسول الله وانت ازماتيك ازماتيك عندي الضيق اختي مريم برضو الشرا صعيب كنعاني المنطقه اللي هنا شبعانه اوميديتي متفق معك اختي مريم كاين لان حنا كنتواجدوا هنا بمنطقه مدينه المحمديه مدينه الزهور ولكن كتعرفوا ان فيها البحر الجو ديالها شبعان اوميديتي ما الناس ديال الدقه كتتواعدهم هاد سميتو غير الريحه ديال البحر ربما في العشيه ولا ديك الضبابه كترجع عليا كترجع عليا كتخنقني كنت يعني مكرفس دابا اليوم انا هاد الليله هادي هما داو لي القادوس فهمتيني وما ما عنديش ما عنديش والله ما عندي والله ما جاب داو لي قادوس انا موالف كنعس فيه هو داري فاذا به ما صباح رجتي كلشي مع الصباح قالوا لي انا تحيد من هنا قلتو فين غنمشي قالوا لي بغينا نديو القادوس حنا ماشي شكون دار سير شوف انت فين بغيتي تمشي صافي جيت تحت هاد الشجره هادي تا يدير الله تاويل هاي راه زعما كنتاسف وحق الله وكيضرني قلبي ملي كنشوف بحال علاش واش حنا ما عندناش مراكز للايواء ما عندناش جمعيات ما عندناش راه مؤخرا هاد البلاد اكثر من نص ديال الحالات هادشي راه كاين غير المحسنين اللي واقفين معاهم واش دابا جاي رمضان يعني كيفاش غادي تدوز هاد رمضان منين تجيب الفطور منين غادي تسحر باش تصبح صايم حتى انت واختي شنو نقول لك انا اللي كنطلب من الناس وكنطلب من المسؤولين الله يرحم لكم والدين لما شوفوا فيا شوفوا فيا في ديك البطاقه التعريف الوطنيه الله يكثر خيركم راني كنقولها ونعاود نقولها انا باغي على البطاقه التعريف الوطنيه وباغي شي مويه حيت انا فين نسكن عشي وبيت انا بحالي بحال الناس مدرق من الشتاء مدرق من البرد مدرق من هذا المرض انا اللي باش مريض الضيقه الربو زعما راه كرفصني ومكرفص مكرفص ديال الله والحق لا اله الا الله محمد رسول الله والله يكثر خيركم الاخوان الله يرحم لكم والدينا لما تعاونوا معايا في البطاقه التعريف باش نعرف انا يا شكون نعرف انا يا انا نقول انا مغربي والمحاشم محل انا فين نسكن فين تسترفي انا ونخدم ونجمع راسي نجمع راسي ونخدم على راسي ولكن كنت كنهضر انا وياك صالح قلتي لي راه انا كان انا نقدر نخدم راني قادر ندفع القهاوي ندير بارمان ندير راه حرفتي حيت انت درتي الريستوراسيون ولكن فين هي لاكارت قلت لا بغاك شي واحد كتبقى تقول لي مع حقه بلاتي تنجيبها واداش قلت لك لا خصك حل خصنا نصالحو ونقول لي ما عنديش هاد الظروف ديالي انسان يقدر يتعاون معاك اللي في قلبه الرحمه راه غادي يدير لان دابا ولي كلشي ولا كيخاف من كلشي والصراحه لك خصنا صونا شي حاجه اللي مهمه وهي من حقك انها تكون عندك فانا اليوم كنطلب من المسؤولين من الجمعيات اللي غيقدر يوقف مع صلاح ديال بصح باش يصيب وريقاته حنا عنده الوريقات ديالو ملي خرج من الجمعيه الاولى من اس او اس فيلاج راه باقي عنده النسخه الكامله ديالو باقي عنده ديك شهاده ديال من رسم الولادة تماما القصة ديال صلاح اللي شفنا في ذاك النسخة كاملة وهو غير لقاوه في واحد تيران ملي كان صغير محطوط ياك مليوح باقي تربية في واحد تيران في مكناس يعني انت ما كتعرفش والديك يعني اصلا ما كنعرفش والديك شتي دابا الاوراق البيدون اليوم نستغلوا هذه الفرصة دير نداء وإذا كان نوجه واحد النداء للوالدية إلا كانوا باقين حيين ولا باقين ميتين نشوفهم فهمتيني نشوفهم اليوم الظروف هذا باش يعقلوا على الأمارة أنا عاقب المهم على ما قالوا لي الناس تما ديال البوليس ولا اللي في الجمعية الخيرية في المحضر دابا في المحضر اللي كاين قالوا لي راه أنت راك لقيناك أنت عف التيران في الزنقة مدينة مكناس مع 5:30 ديال الصباح مع 5:30 ديال الصباح لقوني تما صافي وهزوني داوني للسبيطار محمد الخامس ديال مكناس ومن السبيطار محمد الخامس ديال مكناس جات واحد الخيريه اللي هي اس او اس فيلاج هي هزاتني من جابتني جات من الحسيمه للحسيمه تما فين كبرت تما فين عشت وكبرنا درنا دي زويطون اختي مريم بقينا المهمه ديالهم كساليهم ملي كدير انت 18 عام كنظنش
لان المهمه ديال الاباء ما كتساليش. فهادوك كانوا بمثابه اباء ليكم، حيت نتوما ما كتعرفوا حتى شي واحد القرين، هادوك هما الاباء، هادوك امهات المربيات ديالكم. كتمنى تشوف والديك؟ بطبيعه الحال، بطبيعه الحال. شكون هذا اللي ما يكون بطبيعه الحال؟ والوالدي راه ما كاين ما احسن منهم، فهمتيني؟ الوالدي راه واخا انا ما عندي لا والدين لا والو، عندنا الله سبحانه والحمد لله على كل حال، الحمد لله. المهم انا عارف ديك النظره، واش حيين واش ميتين، ما باغي منهم والو، فهمتيني اختي؟ راك شتي الوراق، باغي عارف ديك واش حيين ساكن ولا ميتين. الله الا انا مسامح لهم، فهمتيني؟ انا مسامح لهم، والله ترى راني مسامح لهم، وربي كبير، فهمتيني؟ وما كاتب هادشي، ما كتب، ما عندنا ما نديرو. حتى واحد ما كيخسر والديه، حتى واحد ما كيخسر فين غادي يتزاد ولا فين هذا. سيد ربي كيقدر على كل واحد كيفاش، ولكن بيدينا نغيروا المستقبل. ربما الماضي ما تقدرش، ولكن المستقبل اليوم قادر. واختي المستقبل ما كرهناش، اختي المستقبل. انا كنت انا اب ساكن حتى كل العائلة كارت، انا ما بغيت والو، انا باغي لا كارت كيفاش. حنا ان شاء الله في هذا الشهر الفضيل، حنا غدا وبعد غدا غادي يكون عندنا رمضان، وهذا الشهر الفضيل وهذا العواشر، كنطلب من جميع الناس اللي كيشوفونا بالقليل ولا بالكثير كلنا نتعاونوا، لان هذا خونا، ما نقولش خويا وما نقولش خوكم، هذا نقول خونا صلاح، محتاج لينا كاملين، نتعاونوا معاه باش مسخاكم الله. غادي تلقاو النيميرو ديالو في اسفل ديال الشاشه، اللي بغى يتعاون معاه باش ما كان غير على الاقل باش يقدر انه ياكل ويشرب ويتخبى على الشتاء في هذه الوقيتات، وشي واحد اللي يقدر يوقف معاه باش يطلع لاكارت ناسيونال، لان لاكارت ناسيونال واحل في شهاده السكنه. شكون اللي غادي يعطيه هذاك الالتزام بانه ساكن عنده؟ فكنظن ان كل شيء واضح، الفيديو اكثر من واضح، ان المطلب ديال صالح الدين اليوم هو انه يكون عنده مسكن قار وهذيك لاكارت ناسيونال باش يقدر يخدم على راسه. شكرا لكم، وصلت معنا لنهايه ديال الفيديو. كانت معكم مريم فسحي، خلف الكاميرا حمزه بوكنادل، لنا الصوره ولكم التعليق. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.